أمتي دالإيطاليانو، لاليسيوني دو أوجي إي درس اليوم هو ضمائر وصفات الملكية، إذا إي possessivi، إنديكا نو لا هذا الدرس مهم لتلاميذ البكالوريا كما هو مهم لتلاميذ السنة الثانية ثانوي، إذا هو درس جد سهل. عندما يكون الشخص أنا مثال وأملك شيء ماسكيلة مثال ليبرو ميو ليبرو عندما أملك شيء فيمينيلي ميا جاتا عندما يكون جمع مذكر مياي ليبري عندما يكون جمع مؤنث مية جاتة إذا عندما يكون إيو يملك أملك أنا شيء أو شخص مذكر مفرد ميو ليبرو ميا غاتا مياي ليبري مية غاتي عندما يملك تملك أنت شيء أو شخص مفرد مذكر توو ليبرو توو غاتا تووي ليبري توي غاتي اذا تو تو توي تو عندما تملك هي او هو شيء او شخص مذكر سو سوا سوي سوا اذا سو سو سوي اذا كنا نحن نملك شيء او شخص مذكر نوسترو مؤنث نوسترا جمع مو... مذكر نوستري جمع مؤنث نوستري نوسترا نوسترو نوسترا نوستري نوستري اذا كنتم انتم تملكون شيء او شخص مفرد مذكر فوسترو فوسترا فوستري فوستري إذا كانوا هم يملكون شيء مذكر مفرد مؤنث مفرد جمع مذكر جمع مؤنث لورو لورو ليبرو لورو غاتا لورو ليبري لورو غاتا مش تولي لورا غاتا لوري لبري ليبري نون نو. نو سي كامبيا لورو تبقى كيما نعاود نكتبلكم لكم لي إذا ميو ليبرو مياي ليبري توا غاتا توي غات توا عفوا عفوا غات إذا يتأثر بالاسم الذي يليه هذه أول مرحلة في البوسيسيفو نعرفو لا فورما كيفاه يكون بوسيسيفو المرحلة الثانية كيفاه نعرفو نحطو النوع تاع البوسيسيفو هذا نعرفو بلي توا توا هذه النقطة دايما يتسائلو فيها التلاميذ تعرفوه الولاد من خلال الفعل من خلال الفعل مع ما وانا ضمير متصرف اذا ما كانش الجمله فيها ضمير راح نستنجو وحدنا من خلال الممارسه مع وانا ضمير متصرف الفعل نقدم لكم امثله لدينا مثالين avete pulito le vostre camere avete pulito il verbo pulire nel passato prossimo conjugué مع voi لكن لم نجد فوي نستنتجوها وحدنا افيتي بوليتو مش راح يكون بوسيسيفو لي فوستري على فوستري انه كاميري ولدنا فوستري النوع فوستري لانه الفعل مصرف مع فوي دامي لا ا بينا بير فافوري امي قدرة تكون لامية ولا توا سي جوست مادام نخاطب في شخص قدرة تكون حاب أه نستعير القلم تاعو ولا حاب مثال نسترجع القلم تاعي اذا لامية ولا لا توا هنا اي جوست عرفتي كابيتو donc من خلال الفعل نستنتجو نوع البوسيسيفو في الجملة هذه النقطة الثانية نلاحظو الجملة هذه لولاد il mio papagallo è di molti colori ma il mio Il tuo affono ha un colore unico. Il mio pappagallo. La prima parte della frase il mio ha un nome. E il possessivo che ha un nome è un aggettivo possessivo. Chi possessivo un nome è il sifa. E di molti colori. Ma il tuo, il tuo ha. Ora il possessivo che è un unica Aslha ma il tuo papagallo. Il tuo ha un colore unico. Dunque qui quando non c'è un nome dopo il possessivo e un pronome. No, io sbaglio. L'istintaggio si colpa. الاستنتاج يقول quando تشي un nome e un adjetivo possessivo quando non c'è un, un يعني ما نلقاوش وراه اسم نلقاو راه علامه استفهام فعل آه. preposizione etc دونك هذه لا بارتي ثالثه تاع الدرس هذا بالنسبه للدوزيام اني ما يهمهمش بزاف النقطه دي مي كمعلومه نورماله اربع نقطه في هذا الدرس وهia. quando mettiamo l'articolo determinativo oltre a l'articolo determinativo ma i nomi di parentela nomi di parentela sono padre, madre, nonna, nonni zio, zia, nipote, eccetera. quando il nome di parentela è nel singolare ni yani un moffret, non mettiamo l'articolo non diciamo na la mia nonna, è falso diciamo mia nonna ma quando è عالplurale mettiamo l'articulo, ميك يعود في الpluriel نحطو l'articule. إتواي نوني, إجوستو. عندما يكون اسم العائلة في المفرد ونضيف إيسو فيسو إينو نضع l'articulo determinativo إجوستissimo ad esempio إيسو فراتيلينو لا ميا سوريلينا إتشيترا. دونك هادي كانت الملاحظة الرابعة وهذي النقطة الرابعة في هذا الدرس. إن شاء الله تكونوا فهمتو وتوضحت لكم امور بزاف uh, دائما خلو لي تعليقاتكم اي غراتسيا الفيديو لا فيديو مي بياتشي وشاركوها مع لي كوليك تاعكم الفائده وزورونا على صفحه الفيسبوك بيو دي تاليانو اي انستغرام per دي تاليانو كون سينيورا سارة تشاو تشاو اي بون اسكولتو باي